طبعا أجمل الأوقات وأجمل الأغاني بصوت نجمتنا الليلة لونا فارس اللي كانت معنا في عدد سابق في لما على الأف أم في إذاعة تطاوين من تونس. لونا رجعت لنا بالأغنية هذه الجديدة الليلة اللي إن شاء الله باش نحكي عليها الأغنية أيضا مع من تعاملت في الأغنية هذه ومواعيدها القادمة مع جمهورها. لونا مساء النور. يسعد مساك مجيد. أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟ الحمد لله، أنت كيف؟ إن شاء الله بخير. تونس وأهل تونس كيف؟ الحمد لله، الله يخليك يا لونا. أكيد سعادة جدا الليلة بمصافحتك بعد غيبة طويلة قصيرة نوعا ما. تسلم يا عيوني. تسلم، الله يخليك. أنت الإقامة الحالية في دبي، يعني من فترة مقيمة حاليا في دبي؟ إيه في دبي، بس كنت زيارة قبل بسوريا. يعني الإقامة في دبي كيف ممكن تراها لونا؟ هل هي جيدة فنيا بالنسبة لك أنت فنيا؟ نوعا ما. إيه نوعا ما، مش راضية تماما يعني لونا. لا لا، أوكي أوكي حلو، بس في أحلى من بلد الواحد. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تهدى الأمور وترجع لبلادك، و يعني طرق الأمور هناك وترجع سوريا أحسن من اللي كانت عليه بإذن الله. إن شاء الله يا رب، هذا اللي نأمله. هنرجع شوية للأغنية هذه. الأغنية يعني ما زالت جديدة، ما زالت كيف ضاربة في سوق الفن حاليا. مع من تعاملتي في هذه الأغنية حتى نعطوا لكل ذي حق حقه يا لونا؟ هي الأغنية كلمات وألحان محمد العيسى أو محمد عيسى، توزيع علي حسون، تسجيل ومكساج وماسترينج عبد الحليم حسن. نعم، نحيوهم بطبيعة الليكيب كامل، الفريق كامل اللي أنجز الأغنية هذه. يعني رهنت على الأغنية بلونك الخاص، بصوتك، ب ان شاء الله احنا يعني تفكر انك باش ان شاء الله تصورها فيديو كليب ولا ما زالت؟ ان شاء الله خليها تاخذ حقها بالسوق شوي لنشوف شو الاصداء، وانا مبدا
مبدئيا متفائلة فيها. إن شاء الله تنجح، لأنه لازمها بطبيعة تسوق في كل الدول العربية، ونعرف أنه لونا عندها جمهور كبير على مستوى الوطن العربي، سواء في سوريا، في لبنان، في العراق، في دبي، في الأردن، في دول المغرب العربي. يعني فرضتي نفسك بنفسك بغنياتك، خاصة أغنية رشرش اللي عملت ضجة كبيرة وقت اللي نزلت الأغنية. الحمد لله، وكمان إن شاء الله هي رح تعمل شيء بإذن الله. هذا اللي نأملوه لونا، فمش مواعيد إن شاء الله قادمة مع جمهورك؟ قريبا إن شاء الله بتشوفوا كليب الشرطة وأخيرا يعني. نحن صورناها بس ناطرين شوية وقت مشان نبلش العرض، بعد هيك إذا شفنا الأصداء كويسة لأغنية وش حاري إن شاء الله نصورها كمان. وبعد فترة عندي هيك حفلات بأربيل، عندي ببيروت، عندي بدبي، ومن فترة كنت بسوريا عملت حفلات، عملت بطرطوس وبالسويدة كنت، إن شاء الله يا رب نرجع نعمل حفلات كمان بقلب الشام إن شاء الله. طبعا كل حفلاتك تكون ناجحة، لأنه جميل جدا الفنان وقت اللي يعطي يعني في فنه، يعطي كل ما عنده حتى ينجح، وعندك جمهور وعندك فانس ما شاء الله، يعني بعدد كبير 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 جمهورك. أنا تابع يعني في أخبارك أول بأول على شبكة الأنترنت، وهذا يحسب للون فارس. الحمد لله، هي محبة الناس هي نجاحنا بالأول بالأخير. على هذا أنا ملي نزلت صورتك على الفيسبوك، لأنه على مختلف الفيسبوكات اللي موجودة طبعا، فعديد هي المساجات اللي توصل، فما حتى شكون اللي حب يتصل بك مباشرة. أنا حبيت نحييهم الكل، فما شكون اللي بعث لي حتى في الخاص يعني المساجات الخاصة، هذا حسون سهرة رائقة وجميلة بوجود النجمة الغالية، لأنها نجمة عربية سورية صاحبة الصوت الجميل والمميز الغالية لونا. حسون شكرا لك، هو محامي حسون، شكرا لك، شكرا. نوجه له تحية كمان نحن. هو طلب منك طلب، ما نعرفش إذا أنت بتلبي له طلب الخاص بحسون وإلا لا. أجمل تحية وتقدير للفنانة السورية لونا فارس، وبدي موال عراقي مع تحيات حسون المحامي. أكثر من مساج وأكثر من تعليق كتبه حسون. بنغني موال عراقي، هو طلب منك موال عراقي. يا حسون يا حسون. طيب شكرا. اليتيم أبو يموت ولا تروح أمه، اليتيم أبو يموت ولا تروح أمه، اليتيم يصحى سال الليل ما يلقى المحب يمه، يا ريتني يمك يا ريتني في بغداد يمه، أنا حبك وأحب كل حرف باسمك، أنا حس يجرى سوى دمي ويا دم. هاي إلك ولحظة. شكرا شكرا لونا، بطبيعة مباشرة ليلى من دبي. هو حب يتواصل معنا حسون يعني على الهواء مباشرة، فاعتذرت لاني أنا يعني لم يكونوا معنا ضيوفنا ويكونوا معنا نجومنا من مختلف الوطن العربي ولا من العالم عموما، أنا ما ناخذوش مكالمات، فقط نقروا المساجات اللي توصل، لأنه عديدة هي المساجات اللي وصلت في حقك يا لونا ليلى على الهواء مباشرة. جمال من مصر نورة يا لونا، نسمع فيك حاليا مباشرة من مصر. قصي جميلة جميلة جميلة، شكرا لك. محمود أيضا من مهند من العراق، جميلة بصوتك وبطلتك، شكرا لك. شكرا للبقية اللي كتبوا تعليق الكل، كذلك ملحن حسن من سوريا، هذا حسن يسلم عليك برشا 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 يا لونا. سلم عليهم كلهم كمان وعلى سوريا وأهل سوريا. الله يخليك. وقتاش نشوفوا لونا في تونس؟ علاش والله نشوف إن شاء الله قريبا. إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله إن شاء الله تعملينا كليب في تونس، يجي صوري كليب لهنا ربيع. يلا كمان مش غلط والله. سيدي أبو سعيد في سيدي ممكن نجي. أي أهلا وسهلا بيك، تنوري تونس.
أنا جيت تونس قبل. تذكرت وقتها حكينا أول زيارة كانت ليك لتونس، وإن شاء الله تتكرر الزيارات، وإن شاء الله أيضا نشوف الأعمال هذه بإذن الله اللونة تكون ناجحة. نشوف إن شاء الله كليب الشرطة، لأن الشرطة يعني الأغنية هذه عديناها برشا مرات برشا مرات في إذاعتنا الكليب. صحيح. نعم جميل. ونشوف إذا شكري إن شاء الله من بعد مهندس الصوت حتى نسمعوا ولو شوية من كليب الشرطة، لأن أغنية جميلة جدا. فأكيد الأغنية هذه يعني نجحت، وأنت يعني على هذا أنك تضرك النجاح هذا أنك تعملي لها فيديو كليب. أكيد طبعا، أنا شايفة فيها نجاح، الأغنية حلوة، إن شاء الله يا رب الناس تحبها كمان ككليب. إن شاء الله إن شاء الله. هي من إخراج عامر الجابي. أي نحييه عامر، كان في أمريكا عامر. طبعا. أي. هلأ باللاذقية. نعم، أجمل مكان. اللاذقية طرطوس وكلها جميلة طبعاً. هي وقرداحة. طبعا. طبعا، نزلوا تحية لأهلنا هنيك كلهم. شكرا. هذه أغنية الشرطة اللي باش تشوفوها إن شاء الله قريبا على القنوات العربية، فيديو كليب كما وعدتنا لونا. هكا لونا؟ إن شاء الله إن شاء الله، يعني جاهز حاليا، صورتوه فقط أنه تنزيله وتوزيعه، يعني يتم توزيعه على مختلف القنوات العربية. تماما، يعني شوقتينا حتى نشوفوه. هو حلو الكليب، أنا بنصح تشوفه إن شاء الله بإذن الله، بانتظار طبعا أنه يكون موجود. كذلك ترشرش يعني اللي حصدت أكثر من 2,67,000 يعني من المشاهدات ومن التحميلات والتنزيلات على شبكة الانترنت اللي كانت بصوتك أيضا، فما أيضا برشا برشا بالملايين، يعني نشوف أي أغنية تنزلها لونا فارس على شبكة الانترنت، هذا يدل على شيء، يدل على حب الناس ليك أيضا، على احترامك لفنك واحترامك لنفسك واحترامك لجمهورك لونا. الحمد لله. إن شاء الله قريبا بإذن الله نلتقي، نعمل لقاء أطول من اللقاء هذا وأطول من اللقاء اللي فات هذا الماضي بإذن اللقاء. إن شاء الله. متفقين لونا؟ إن شاء الله. أكيد أكيد، ما لنا غنى عنك مجيد نحن. يعيشك الله. تدعم كل الفنانين كمان العرب السوريين والعرب كلهم. الله يخليك، طبعا احنا نتشرفوا بيهم لأنه فنانين يعني عندهم مستوى عالي جدا، وهذايا يخلينا ديما بتواصل معاهم ونتابعوا أخبارهم أول بأول. لونا يعني أنت تعرفي كيفاش أني وصلت لك، كيفاش أن كان أول لقاء بيناتنا، برغم اني يعني سعيد برشا مرات انك تكوني معانا حتى تنورينا في لما على الاف ام. ان شاء الله مزيد من التالق. يا رب تشرفت فيك بمعرفتك، كمان ما كنت بعرفك، شخص رائع هيك، يعني تقربت منك وعرفتك كمان اكثر، فانا حبيت كمان بالمقابله الثانيه كمان يعني اجتمع فيك، حبيت يعني. الله يخليك، ان شاء الله منوره، ان شاء الله نسمع اخبار طيبه على لونا فارس. أكيد أكيد. النجمه السوريه اللي تسطع طبعا في سماء الاغنيه العربيه، حبيت وما زلتوا باش تحبوها لانها رجعت لكم بكليب الشرطه ورجعت لكم بالاغنيه اللي سمعناها الاولى، الاغنيه اللي في 2014 وجديد جديد لونا فارس الليله. نورتينا وان شاء الله ديما نشوفك مبتسمه ونشوفك ديما ناجحه باذن الله. تسلم لي، شكرا كثير مجيد، شكرا لك.
كل اللي تابعونا، شكرا لتونس وشعب الطيب ولكل الناس طيبة مثلك هيك، فأنا بحبهم كلهم. الله يخليك، شكرا لك، ونسمع أخبار طيبة بإذن الله على لونا. تسلم تسلم، شكرا لك، شكرا. From New York and Tunis to the world. Arab American Radio and Tatooine Radio are going live under one broadcast. We've got all your favorite Middle Eastern superstars live on air. For the first time in Arab American and Tatooine Radio's history, coming together under one wave. Ladies and gentlemen, get ready to listen to Lemma Ala FM with your stars of the show, Majid Haddad.